أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد سجل 147,400 دينار مقابل كل ورقة من فئة 100 دولار. كما شهدت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والأسواق المحلية في بغداد استقرارا نسبيا، حيث بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147,000 دينار. حقق سعر خام البصرة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نتيجة إعصار ليلة، مما زاد الطلب على النفط ليربح خام البصرة دولارا و24 سنتا في أسبوع. ورغم انخفاض خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة ليصل إلى 74 دولارا و47 سنتا، إلا أنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت دولارا واحدا و24 سنتا. وانخفض خام برنت في آخر جلسة له ليصل إلى 72 دولارا و92 سنتا، إلا أنه أيضا حقق أرباحا بلغت دولارين و42 سنتا في أسبوع. كشفت الشركة العامة للفوسفات في محافظة الأنبار عن توفر احتياطيات هائلة ومؤكدة من الصخور الفوسفاتية غير المستثمرة تبلغ نحو 2 مليار طن في المحافظة. وأضافت الشركة أن هناك كذلك كميات غير مؤكدة قد تصل إلى 7 مليارات طن تتركز أكثر من منطقة القائم مشيرة إلى أن استثمار هذه الثروة ينتظر قرارا من الحكومة، حيث لم يصدر عنها أي قرار بهذا الشأن حتى الآن. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية الضبط وإحباط محاولة تهريب 8 حاويات مخالفة للشروط والضوابط في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي. وقالت الهيئة إن كوادرها في ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من شعبة التلخيص والاستخبارات ومركز شرطة جمارك خور عبدالله، تمكنت من ضبط 8 حاويات محملة بمادة لجرانيت تجاوزت المدة القانونية على بقائها ولم يتم التصريح بها، حيث تعد مخالفة للشروط ولضوابط الاستيراد. قال مرتضى قرنفل رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا إن الرحلة البحرية بين مدينتي مسرات الليبية وإزمير التركية ستبدأ قريبا بعد توقف دام نحو 40 عاما. وأكد قرنفل أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وليبيا شهد زيادة ملحوظة بلغت نحو 65%، إذ وصل 1.3 مليار دولار حتى نهاية تموز الماضي، وأنه من المتوقع يرتفع حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية العام. قرر البنك الدولي إلغاء تقرير بارز عن ظروف الأعمال والاستثمار في جميع أنحاء العالم بعد أن وجد محققون أن الموظفين تعرضوا لضغوط من قبل قادة البنك لتغيير البيانات المتعلقة بالاقتصاد الصيني وبعض الحكومات الأخرى، حسب ما أوردت وكالة أسوشيتد بريس. يأتي ذلك غداة معارضة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ما خلص إليه تحقيق مستقل من أنها خلال عملها السابق في البنك الدولي ضغطت على موظفين لتعديل تقرير سعيا لتجنب إغضاب الصين، ويمكن لتلك الاتهامات أن تضر بسمعة مديرة صندوق النقد الدولي وتوفر مدى للأمريكيين الذين طالما انتقدوا المنظمات المتعددة الأطراف ومعاملتها للصين، فيما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها إنها استنتاجات خطيرة، مؤكدة أنها بصدد تحليل التقرير. ختام الأخبار الاقتصادية، إلى اللقاء.